برحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. مجلس النواب يناقش 32 قانونا حكوميا في جلسته العامة اليوم، ووفد البرلمان البريطاني يؤكد عودة الحركة السياحية إلى مصر قريبا. النائب العام المصري يتفق مع نظيره السويسري على إجراء محادثات لبحث استرداد 650 مليون دولار من أموال نظام مبارك المجمدة. الزمالك يتربع على صدارة الدوري بعد فوزه على اتحاد الشرطة بهدف مقابل لا شيء. والنني يخوض اليوم مباراته الأولى مع الأرسنال.